طيب امبارح كابتن سامي قمصان الحقيقه يعني اتكلم بعد انتهاء اللقاء ويعبر عن سعادته بالفوز اللي حققه الفريق على بيراميدز في ربع نهائي نسخه الموسم الماضي من بطوله كاس مصر. انتوا عارفين ان ماتش امبارح كان يعني تبع للكاس الماضيه مش الكاس الحاليه، احنا بنلعب دلوقتي كاسين بالتوازي يعني انجاز التعبير. فهو الحقيقه عبر عن سعادته بالاداء اللي هو شخصيا يعني شافه وقال ان هو حاجة عظيمة جدا. طبعا أكيد نتيجة كانت مرضية إلى حد كبير وأهلتنا بقى للمرحلة القادمة من بطولة كأس مصر. وضح كمان أن الفريق قدم مباراة قوية جدا ونجح في أنه يحقق كل المطلوب منه ومن كل لاعب منهم على حدة الحقيقة في ظل الغيابات العديدة اللي بيعاني منها في الفترة الأخيرة. وكمان أشاد بالروح القتالية اللي أدى بها اللاعبين خلال اللقاء وأكد في ختام هذه التصريحات أن الجهاز الفني أغلق صفحة كأس مصر للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة إن شاء الله. عموما ده كان جانب من تصريحاته، تعال نتعرف على المزيد منها من خلال هذا التقرير. مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، كان مهم جدا ان احنا نحسمها، خصوصا بعد طبعا فقدنا لبطولة الدوري العام. كان عندنا بطولة مهمة جدا ان احنا نفضل نحافظ على حظوظنا في كأس مصر عشان طبعا تقدر طبق تفتح لك برضو بطولة السوبر. فاعتقد الحمد لله كانت مباراه مهمه واللعيبه الحمد لله أدى اداء مميز جدا سواء على مستوى الدفاع او مستوى الهجوم، فالحمد لله بشكره مع الجهد دوت واتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. عشان برضه نوضحها للناس يا كابتن سامي، حضرتك تقصد فقدنا لبطوله الدوري الموسم الماضي ودي كاس الموسم الماضي. كابتن شريف عبد المنعم قبل بدايه اللقاء قال من النقاط المهمه، قال انك تحرز هدف مبكر يسهل عليك اللقاء. قال الكابتن سامي ودوره النفسي مع اللاعبين، واتكلم ايضا والكابتننا على دور الكابتن سامي ومصمم مع اللاعبين وايضا تجنب المس باص في هذه المباراه. بص هو ده والله اللي كنا بنسعى له وكل ما بنفكر فيه يعني، وطبعا كان الرهان دايما على لعيبه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي واصرار النادي لعيبه النادي الاهلي اللي هم يحسموا المباراه. فاعتقد الحمد لله كان مهم جدا ان احنا نفكر في كده. ممكن فكرنا ان احنا نسيب الاستحواذ لفرقه بيراميدز عشان هي بتحب تعمل كده، وانا برده مش جاهز بدنيا ومش جاهز ومفتقد عدد كبير جدا من اللعيبه، فكان مهم ان انا اقسم الجيم لكده. اعتقد الحمد لله الجون ساعدنا. الشوط الثاني بقى قدرنا ان احنا نغير برده تغييرات تدينا برضو سرعات، نستغل سرعات صلاح وقفشه رجع لاعب 10 تاني عشان يقدر يلعب على الدونجا عشان نحاول نمنع بدايه الهجمه اللي هم يوصلوا لنا. فاعتقد الحمد لله اللي كان مردود كويس، وحسام برضو نزل وزياد ودونا برضو افضليه ان احنا نعمل كونتر اتاك كويس ونحافظ على الكوره كويس. فاعتقد الحمد لله كان ربنا موفقنا، واعتقد ان احنا اللعيبه اجتهدت واحنا اجتهدنا وربنا الحمد لله كلل ده بالجهد وبالنجاح الحمد لله. كابتن سامي ان انا افقد 11 لاعب ولكن عندك النهارده المرونه التكتيكيه، العب 4 3 3 4 2 3 1، وعايز اتكلم على ثقتك في واحد زي اللاعب احمد نبيل كوكا، ثقتك في زياد طارق، اعتقد النهارده حسام حسن برضو واحد من مكاسب اللقاء. طبعا مهم جدا يعني اللي انت طبعا تدي اللعيبه دي الثقه خصوصا في الظروف ديت، يعني لعيبه مميزه، لعيبه عندها خبرات، ويمكن فرصه الناشئين شويه في النادي الاهلي والفرق الكبيره بتبقى صعبه، لكن لما بتجي لك لازم يكون عندك الاصرار اللي انت تستغلها، واعتقد ان هم استغلوها بشكل كويس جدا. وان شاء الله لو الظروف هتبقى احسن ممكن محمد اشرف معانا ومعانا فاخري قبل كده، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نشوف عدد من الناشئين ان شاء الله يقدروا يعملوا اداء كويس ويثبتوا نفسهم ان شاء الله. كلمه بقى تقولها للاعبين، انا عارف انت اتكلمت مع اللاعبين بعد نهايه المباراه، تقول لهم ايه؟ عندنا مرحله صعبه جدا، عندنا مباراه سموحه، مباراه الجونه، مرحله صعبه جدا يا كابتن سامي. هو زي ما بقول كل مره، انت بعد البطوله ديت بعد اي ماتش او بعد اي بطوله لازم تحاول ان انت تفصل عشان تقدر تستعد كويس. يعني اللعيبه دي بتلعب تحت ضغط عصبي كبير جدا، بدني كبير جدا، بنلعب كل 3 ايام مباراه، فما بتلحقش تريح، مفتقد عدد كبير من اللعيبه جدا. فطبعا بشكرهم على الجهد دوت والاداء دوت والروح ديت والاصرار اللي هم عايزين يعملوا حاجه يعوضوا جمهور النادي الاهلي بيها بطوله افريقيا وبطوله الدوري اللي فات، فبشكرهم طبعا، ولكن مستنيين منهم اكتر واكتر. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله زي ما انت قلت المرحله الجايه ديت نقدر نعمل دورنا على اكمل وجه لحد ان شاء الله لما ربنا يوفق ان شاء الله الراجل يجي ان شاء الله ونسلمه الفرقه وفي ظروف كويسه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، جمهور النادي الاهلي قال كلمه، احنا عارفين ان الظروف صعبه والمهمه صعبه، ولكن كابتن سامي انت قد المسؤوليه، شفت ثقه الجمهور فيك ازاي وعايز تقول للجمهور النادي الاهلي؟ والله هي دي اللي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا، ثقه جمهور النادي الاهلي ديت في الواحد وفينا كجهاز كله يعني، والدعم اللي الواحد بيشوفه سواء في المباريات او في السوشيال ميديا كلها، فبشكرهم طبعا واتمنى اللي انا اعمل اقصى حاجه عندي عشان اساعدكم واعمل دوري، واتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. طيب ده كان يعني جزء من تصريحات كابتن سامي قمصان.